لك يا محمود عساكر سيدنا يكرم مقامح مصر. وراسك العزيز سي المربط لنشد عليكم. عملنا غلب صاب اسمها ضعيفة والعم جايب قدرة ربي نفديوها. وليت فيسك بن عيادة. حشاك سي المربط خيانة شما قلت لك. شوف محمود كلمتين نقولهم لك. فهمتهم فبيا ونعم. ما فهمتهمش الحديث يولي مع سيدنا ما عادش معاك. اش قام الكلام هذا؟ خيانة نعم في حجم ورا سيدنا؟ هكاك الله أعلم خاطر ما ظهر ليش الشيء هذا يرضى عليه سيدنا. لا يزي العساكر خلاصهم مخر وزيد ياكلوا من قمح مصر ولا قمح تونس مش من أفهمهم. أنا ما قلتش هذا سي المربط. مالك كيفاش عساكر سيدنا ياكلوا من قمح مصر؟ بربي قمح تونس وين؟ موجود يتباع في الرحاب. برا اعمل دور وشوف بعينيك. يبقى القمح موجود في الرحاب يفلق شلة ما هو هكا. أنا شنو نحكي لكم قبيلة سي المربط؟ القمح في المملكة شوية وإذا أنا مش نشري منه للعساكر من جهة ما يقعد حتى شايف السوق ومن جهة مش يغلس سوم. أنت ما يخفاك سي المربط اللي العامة مش لاقية باش تاكل. وأنا هاني نحط في شاشة هذا على راس هذا وربي يحرك أسبابها وكاو. أنا اللي عندي قلت لك. أنت دبر راسك. دارك طيب. على سلامتك سيدي محمود زارتنا البركة. عايشك يا محمد. قل لي أخي أمي اللواء محمد ياهوني سيدي عبد الله المربط. كروستو قدم باب الوزارة. لحظة شكون؟ أهلا بسيدي عبد الله. عسكر المحمدية ما عندهمش قدر عندك يا بن عياد. شفما لاباس؟ سكت لك عم ناير والعام اللي قبله قلت يفهم روحه. لكن على مراد لا الحديث معك زايد. سيدي عبد الله قال لك سيدنا ربي يبقيه عسكر المحمدية ما يكن كان من قمح تونس. يا تجيب لهم قمحهم يا نسيبهم عليك ياكلوك. سي عبد الله يمسيك